نعمل ترحيب خاص للضيوف يا غا احفاد. سوسو علي بويكا عاوز فلوسه. زمان الله بس هو ايه الواد نفسه طابق عليه تقريبا اوفر دوز. هي الولاد دي اكلته ايه؟ قولي شربته ايه يا حبيبي يا ابني. بصوا واو دي هيز مام كيوت قوي. انتوا لازم تحترموا امكم كده. على ايه بضحك؟ على ايه اللي انت شايفاهم دول مقطعين نفسهم في المحاكم؟ طب ما هو بيصالحها قدام الناس اهو. لا ده بيعمل منظر. بجد؟ طبعا يا دكتوره ده بيعمل منظر عشان يعمل ترند ويلم نقطه زياده. ايوه فاقسك انا. ومن غيرك يا حبيبي هيتقسها. هيا بتاع المناظر، فاكر انت وامك جماجم لما بصتولي فرحي من كل الله؟ ليه مالها جماجم يا فؤاد؟ شلت امك وتلف بيها على المعازيم عشان تلم النقطه في فرحي. الله مش الست عندها روماتيزم اللي هيجيها وجع في عينيها يا رب. بتقولي حاجه فوقيه؟ بقول حبيبي بص في ايه؟ سمير بيبص علي انا، تفتكري هو عارفني بالمنظر اللي انا فيه ده؟ طب يبص علي انه هيعرفك ازاي يا سميحه كده؟ انت نفسك ما عرفتهوش لما شفتيه. ايوه طيب يمكن ابو عبد قال له؟